قطاع الشركات الكبرى في البنك الزراعي المصري بيقوم بمجهود كبير لدعم ومساندة أصحاب الشركات وبأفكار برا الصندوق للتمويل. تعالوا نقابل المحاسب طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع الشركات الكبرى في البنك الزراعي المصري. ليه الداعي ان احنا نعمل قطاع لهذه الشركات تحديدا الشركات الكبرى؟ البنك المركزي حط تعريف موحد للشركات وبدا بناء على حجم المبيعات او حجم الايرادات بتاع كل شركه بنصنفها. عندنا الشركات الصغيره اللي مبيعاتها بتبدا من 1,000,000 جنيه لغايه 50,000,000 جنيه، وفي الشركات المتوسطه من 50,000,000 جنيه لغايه 200,000,000 جنيه، فوق ال 200,000,000 جنيه بنقول عليها شركات كبرى. يمكن خلال السنه اللي فاتت حصل طفره كبيره جدا في الخدمات المصرفيه والتمويلات اللي احنا مقدمينها لقطاع الشركات الكبرى. احنا عندنا انشطه كتيره بنمولها، قد يكون الصوره الذهنيه القديمه ان البنك الزراعي مركز بس على تمويل الانشطه الزراعيه او الثروه الحيوانيه فقط. حقيقه الامر ان نشاط الزراعه في مصر هو نشاط متعدد الجوانب. عندنا انشطه كتيره تصنيعيه، تصنيع زراعي مرتبطه بالنشاط الزراعي. التصنيع الزراعي هو بالنسبه لنا بنك اساسي، بنك بنمول اي حاجه بنمول، ولكن لينا اهتمام بالقطاع الزراعي. بالظبط، كل اللي بنعمله في التطوير في البنك الزراعي هدفه الاساسي ان احنا نخدم المربي والمزارع. نجحنا بفضل ربنا عز وجل في تمويلات كتيره للشركات او محاصيل زراعيه اساسيه بالنسبه لنا، حققت فائض وانتاج يعني اكتفاء ذاتي وفائض كمان. عندنا الحمد لله السنه دي كان عندنا تجربه ناجحه جدا، او بقى لنا كذا سنه اكشلي عندنا في البطاطس، تمويل البطاطس للتصدير والبطاطس للتصنيع المحلي. عندنا زراعه البنجر وعصب السكر اللي بيخش في التصنيع وعامل لنا وفر في العمله الصعبه بالنسبه للسكر. حاليا بنحاول نتعاون مع الشركات ان احنا نكبر حجم العمليات الانتاجيه في مصر لفول الصويا عشان نعمل احلال ولو جزئي ونقلل الضغط على العمله الصعبه، بحيث ان احنا شركات مصانع الاسمده سوري تكرير الزيوت تشتغل معانا وبنوفر لها تمويلات. بخلاف ان احنا كبنك زراعي زي بقيه البنوك الاخرى بنوفر للعملاء بتوعنا الاستيراد سواء الخامات او الميكنه اللي هم بيستوردوها او الالات والمعدات من الخارج. بنروح للشركات نقول لهم الخدمات اللي ممكن ياخدوها من خلال البنك الزراعي. ده حقيقي. زي كل البنوك المصريه وفي اللي تم تطويرها القطاع البنك الزراعي برضو خد نفس المنهج، نفس المنهجيه، ان احنا اللي بنروح للعملاء بنشوف احتياجاتهم. يمكن احنا عندنا تميز شويه، اولاد البنك الزراعي عندنا اولاد اكفاء عندهم درايه بالتخصص الفني للشركات سواء الزراعيه او التصنيع الزراعي، وده بيدينا ميزه تنافسيه بتخلينا نقدر نخش في ديلز كتير قوي. عندنا بقى معانا 54 مليار مبرحتنا حضرتك ده خلال سنة وأولى سيادتك بمنتهى الأمانة إن الرقم ده بالنسبة لنا مش رقم اللي احنا بنطمح له، احنا بنطمح بأكتر من كده بكتير جدا. البنك حجمه كبير، احنا 1,210 فرع، احنا منتشرين في أنحاء جمهورية مصر العربية، عندنا قدرة إن احنا نربط المزارع في أصغر قرية في مصر بأكبر مصنع صناعات غذائية، وبالتالي قدرتنا على الربط ومساعدة الفلاح أو المربي إنه يوصل للأسواق، ودي كانت مشكلة أساسية إحنا بنحاول نحلها له. مش بس تمويل، البنك الزراعي مش بيقدم تمويل، بيقدم خدمات مصرفية بنحاول نوصل فيها لمفلحنا في أصغر قرية يبقى له حق كمواطن. ده من حقوق الإنسان اللي الرئيس لسه كان بيتكلم فيها، إن إحنا نقدم لهم خدمات مصرفية. أنا لو مواطن بسيط موجود او مزارع او مربي موجود في منشئه النصر في الدقهليه باخد نفس الخدمات المصرفيه المواطن اللي زيي موجود في مدينه نصر. احنا بنستهدف الموضوع دوت في كل الخطوات التطويريه اللي بنعملها.